سؤال أعزائي، الكتابية طاهرة أو نجسة؟ خب إذا كانت نجسة بينك وبين الله، أنت قايم نايم قاعد مثل كل واحد مع كالكلب والخنزير، أخي يصير هذا؟ هو لابد آخر حياتك يصير جهنم يصير، لأنه شما تلمس شي يصير، هو نجس عزيزي. تطيك ثوبك نجس، تطبخ لك نجس، كله نجس عزيزي. ولو كان لبانة، يعني أن الأئمة لنبهوا قالوا بابا احنا أجزنا هذا، بس بالك وياك ترى هذه شنو، هذه حكمها حكم في النجاسة ماذا، ها، كالبول كالدم كالعذرة إلى آخر، مع أنه يوجد أثر أو لا يوجد. بس السؤال، احنا دا نبحث في طهارة أهل الكتاب، إيش ودانا إلى باب النكاح مولا، ها، إيش ودانا إلى باب النكاح؟ لأن المسألة دا تبحث تجزئيا لو موضوعيا، تبحث موضوعيا، احنا نريد نبحث عن طهارة الكتابي، اينما وجد الدليل في هذه المسألة، سواء كان مرتبط الرواية في باب الطهارة او كان في باب ماذا، او باب النكاح. وهكذا في اي مسألة انت تجد ماذا، انت تجد انه يأتي الى المسألة ويجمع كل الروايات والقرائن المرتبطة بالمسألة فيبحثها بحثا ماذا، موضوعياً.